السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطاير ملفوفة رول محشية بالبسطرمة والجبنة الرومي. عجينتها هشة جدا وطرية جدا من جوه بالشكل ده كده. طريقتها ومقاديرها بسيطة جدا، هقولك دلوقتي على الطريقة بتاعها والمقادير. مقادير العجينة: عندي 3 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من اللبن البودر، ولو مش متوفر تقدري تعجني بلبن عادي. هقلبهم كويس بالشكل ده كده. بعد كده هنزل عندي بمعلقتين كبار من الزيت، هقلب الزيت مع الدقيق بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بالمية تدريجي لحد ما العجينة بتلم معايا. اهم حاجة في العجينة انها تتعجن كويس عشان تديلك نتيجة كويسة. بعد كده هجيب الطبق وهحطها فيه وهغطيها بكيس وهحطها في مكان دافي وهسيبها تخمر معايا. العجينة بعد لما بتخمر وبيتضاف حجمها عندي بالشكل ده كده، بعد كده هجيب رشة من الدقيق وهقسم العجينة بتاعتي لكور بالحجم ده كده. وحط عليها رشة من الدقيق واسيب العجينة ترتاح معايا لمدة 5 دقايق. بعد كده بجيب رشة من الدقيق بسيطة بالشكل ده وبفرد العجينة. بعد ما بفردها بالشكل ده كده هجيب عندي قطاعة وهساوي الحروف دي كده، هشيلها كده. هحط الحشوة، هحط هنا البسطرمة بفرمها عندي كده بالشكل ده، وهحط عندي جبنة رومي تكون مبشورة. بعد كده هقطعها عندي بالطول بالشكل ده كده. بعد ما بقطعها هلفها عندي رول كده بالشكل ده. بعد ما بلفها هضغطها بإيدي كده كويس بالشكل ده. أهم حاجة تخلي بالك منها إن القفلة بتاع العجينة دي تكون لتحت كده وتضغطي كويس عشان ما تفتحش معاكي. بعد كده هجيب عندي 1/4 كوباية من اللبن وهجيب سمسم بالشكل ده كده. بعد كده هاخد العجينة هحطها في اللبن بالشكل ده من الحرف بتاعها وهحطها كده في السمسم بالشكل ده كده. بعد كده برصها في الصينية اللي انا هخبزها فيها وهدخلها الفرن في الرف الوسطاني. اهم حاجة ان درجة حرارة الفرن بتاعتي تكون عالية، الفرن يكون سخن كويس جدا من قبلها عشان تطلع معايا طرية وما تطلعش معايا ناشفة. ده بيكون شكلها بعد لما بتاخد معايا اللون الذهبي ده من فوق ومن تحت بالشكل ده كده. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا وبألف هنا.